مجموعة من الأفارقة غادروا ميناء تاجورا من ضواحي العاصمة الليبية طرابلس في محاولة لاجتياز الحدود الإيطالية، ولكن عطبا بمركبهم حال دون ذلك ليصلوا إلى سواحل جرجيس بعد 5 أيام. بعد 5 أيام في البحر حملت الأمواج قاربهم إلى سواحل جرجيس وبالتحديد بمنطقة العقلة. من جنسيات إفريقية مختلفة تم إنقاذهم من قبل بحار تفطن إليهم صباح اليوم. العملية تمت بصدد الصيد بشباك للجونة، هم وضعهم 74 واحد في مركب مطاطي بلاستيك، 6 بالضبط، وصلتهم للبر 6 ودرجين، حكاية تعميل ميل ونص، 6 ودرجين. كلمنا الأمن في لبنان والأرقام اللي عندنا المعروفة، الحماية المدنية، الأمن، الحرس الوطني. مشكلة ليبي دابا اللي شغل ليبي، في مشكلة، ما فيش منجيري، ما فيش حاجة، بوكل هيك أنا بترابلو سامشي إيطاليا. قضينا 5 أيام من دون أكل ولا شرب حتى وصلنا إلى هنا، وقد قدم لنا تونسيون كل المساعدة واستقبلونا، ونحن الآن بأحسن حال. الهلال الأحمر التونسي تدخل مع مواطني الجهة في إغاثة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وإيوائهم حتى يتم تسفيرهم من قبل المنظمة الدولية للهجرة. باخرة 74 شخص اللي قدمت اليوم إلى شواطئ جرجيس تتكون من 34 غاني، 24 من نيجيريا، 4 من بنغلاديش، 5 من توغو، 2 من ليبيريا، 1 من نيجر، 3 من الجابون، 1 من بوركينا فاسو. الناس هذوما يجيو من بلدان غير مضطربة، لذا مصيرهم أنهم يتقدموا إلى المنظمة الدولية للهجرة اللي ترجعهم بصفة طوعية إلى بلدانهم. هذا القارب هو الثاني خلال هذا الشهر، وأنباء عن وجود قاربين آخرين غادر مع هذا القارب حسب أقوال هؤلاء الأفارقة الذين تم إنقاذهم ولا يعرف حتى الآن ما هو مصيرهم.